فوالا البنات، ها وليت لكم دابا من جديد، ونظن انني وفيت بالوعد ديالي. درت لكم واحد لا فيديو، جو سي با واش شفتوها، قلت لكم بلي ما غاديش نغيب عليكم، وقطعت معكم وعد انني ما نغيبش بزاف. ودابا جيت بواحد الفيديو جديد اللي غادي ندير فيه واحد البيني اللي هو ساهل وبنين، وواحد الوصفه اللي هي سهله بزاف ويجي رائع وهشيش. والويده الوليدات نتا وعنا كيبغيوه، بالنسبه للكوتي ولا الفطر به مع الصباح هو زوين بزاف. غادي نشارك معكم الوصفه اللي هي سهله، واعطوني الراي ديالكم، واللي جرباتو تقول لي كيفاش طلع معاها. دابا غادي نمشيو للوصفه وتبعوا معايا، فريمون سهل بزاف وما كيحتاجش صوالح بزاف وما تزابي والو. يلا ولا البنات، دابا انا وجدت كلشي المقادير اللي هما بساط وسهلين. دونك فوالا، كنحتاجو فرينة بيان سور، كنحتاجو السكر سنيدة، كنحتاجو لا لوفور شيميك. كاين اللي كيديرو لا لوفور نتاع الخبز نورمال، مي انا كان كتجيني بحال اللي كيكون فيها الريحة في البينيه، الريحة نتاع لا لوفور كيما كتعرفو ريحة الخمارة فيها الريحة قوية. دونك انا مكديرونجيني، دونك سي بوغ سا كنفضل انني ندير لا لوفور نتاع الكاطو ريفير شيميك، وفيها لي زاست نتاع القشور ديال السيترون. انا كنديرو باسكو كيعطي واحد لا فريشور دافونتاج زوينه بزاف في البيني. ولا كاين اللي كيدير لافاني، لو غو تاع لافاني، كل واحد داكشي باختيار. ونحتاجو جوج ديال البيضات، ونص تاع الكاس نتاع الحليب دافي، والملح بيان سور، والباتور. واللي ما عندوش الباتور يقدر يعجن بيديه، ماشي مشكل. دابا غادي نبداو الحليب، غادي ناخذ داك نص كاس الحليب كيما هكا، غادي ناخذ داك النص تاع لا لوفور شيميك، باردون الساشي تاع لا لوفور شيميك، غادي نديروه الحليب كيما قلت لكم. اللي كيدير الا عندكم لا لوفور الخماره اليابسه ديروها، وكل واحد يدير اللي بغا واللي عنده. انا كندير لها كيما هكا، كنخليها بداك الحليب اللي كيكون دافي شويه، كنخلطها فيه كيما هكا، كنخليها واحد 5 مينوت. تبقى كتبدا تشوف معايا، كتبقى كدير واحد الرغبه، وهاد الرغبه هي اللي كتعطي هاد لا تيكستور ديال الخماره من الحليب، هي اللي كتعطي واحد داك الحليب كيجي هشيش، وداك سميتو البيني كيجي هشيش وكيجي خاوي من الداخل وكيجي رطب بزاف. دونك انا نخليه هنا على جنب، وغادي ناخذ الفرينه ديالي على حسب واحد 250 غرام تاع الفرينه، نص كيلو، لا ماشي نص كيلو، ربع الكيلو. انا ما عنديش مع هاد الحسابات هادو. دونك 25 غرام ديال الفرينه، غادي نبداو نخلطو الحوايج الناشفين مع بعضياتهم. وغادي ناخذ اللي ما فهمش شي حاجه يسولني البنات، باسكو كيما قلت لكم بعد ما كنبغيو نقولوا كلشي في الفيديو وكننساو شي حوايج. دابا كناخذ جوج معالق ديال السكر سنيده، كندير هكا، كندير شويه ديال الملحه حسب واحد نص معلقه صغيره، مش بزاف عينكم ميزانكم. بون كيخرج من تحت شويه كيما هكا، وغنديروا هذوك لي زيست ديال السيترون. غادي نزيدو هذيك الخماره بيان سور، اش كتبغوا معانا كيفاش كتجي دايره، كتجي هائله. جربوها البنات وغادي تشوفوا اللي دايره بحال الراي. و كنزيدو هذوك زوج ديال البيضات كيما هكذا، وكنديرو البطاخ كيما هكذا، و كنخليوها تدور حتى تجمع معاها البنات. كنخليوها تدور، منديرهاش مجهدة بزاف، كنخليوها تدور. نضرب الكاميرا باش تشوفو. كنخليوها تجمع، من بعد غادي نجبدوها وغادي نخليوها ترتاح لمدة ساعة ونص، غادي نرجع لكم البنات من بعد كي ترتاح ليا لاباط.
البنات سمحوا لي نسيت واحد الحاجه اللي هي مهمه. لو مومون اللي كيكون تكون لاباط كتعجن كيما هكذا، كناخد الزبده، واحد المرصو تاع الزبده كي على حساب كيما هذا، كنقسمو على جوج كيما هكا، وكنزيد لها ماخديه كتطحن، ولا كنزيد لها باش لاباط تزيد تطلق وتزيد تولي ايغي عاد بلوس، تولي كيما نقولو هشيشه. فوالا نزيد لها واحد المرصو كيما هكا، فوالا فريمون نسيتها باش نقولها لكم البنات. دونك نخليها تعجن تجمع مزيان، ديك الساعة غادي نخليها ترتاح واحد الساعة هكاك ولا ساعة ونص على حسب الوقت اللي عندكم، و أنا كنخليها على حسب ساعة كافية بالنسبة ليا، و من بعد غادي نرجع معاكم. فوالا البنات، من بعد ما دازت الساعة نتاع خمرتنا العجينة، غادي نسبحوها كيما هكذا، ولا شاد فارينة لتحت باش ما تلصقش. رشة رقيقة بزاف، ما ديرهاش بيضة بزاف. تشوفو مزيان، بحال هذا يقدر يكون كاين بزاف فيهم. انا عندي ثلاثه تاع لي طاي، واحد كبير واحد مايا واحد صغير، انا يعني غادي ندي هذا لي مايا، وغادي ندير لي مع كابيني ديالي. شنو كيجي زوين بزاف وهشيش، واش تبغى تعطيه الوقت نتاعو باش يخمر باش يجي معاكم زوين. دابا غادي ناخذ هذوك اللي هي درتهم بهاد لاطاي هادي، نحطهم على واحد بلاطو كيما هكذا. لاباط هشيشة بزاف، حاولوا معاها غير بشوية البنات. لا غادي نخليه يخمر واحد 30 دقيقة حتى 40 دقيقة، من بعد غادي نرجع معاكم باش نوريكم كيفاش نطيبو. فوالا البنات، دابا وليت معاكم، درت الزيت نتاعي سخن مسخن مزيان كما كتشوفوا. دابا ناخذ لي بيني ديالي وغادي ندير بيني. دابا غادي تشوفوا غادي يتفخ وغادي يدير على الفوق، فوالا وحده معاه حتى تقلبوا على كاع الجهات حتى يتحمر مزيان. كتكون الزيت سخونه يتحمر فيه الساع، الراجل ديالي راه يصور معايا حداه الله. وكتشوفو كيتنفخ مزيان، كيجي زوين بزاف. جاو غادي تجلس كتكور. فوالا غادي تاخذوا هذيك البينية من بعد ما طيبوه ويشرب الزيت بحال البابي كيما هذا، تاخذوا واحد الساشي وديروا فيه السكر، والا بغيتوا الكانيل تقدروا ديروا فيه القرفه باش تعطيو له كو، ومن بعد غادي تديروا كاع هذاك البيني تاعكم في السكر كيما هكا. نسيو اللي كيدير دابا شي وري ليكم. فوالا البيني ديالنا هو واجد، واش مو
روعه تاع البيني وبنين بزاف. فوالا غادي نحل وحده نوريكم الداخل كيفاش داير. فوالا البنات هاو البنين تاعنا واجد فرشمون جو دوقو وجربو فرشمون زوين بزاف. غادي نحل وحده قدامكم باش تشوفو كيفاش كيجي فريمون حشيش وزوين وبنين. إيوا الغزالات اللي تاع اليوم مساله مع البنيان معمره بالسكر فقط. المهم باش دابا عاد بالي يدير لاسبيراتور مانيش كاع نسمع راسي نهضر مي معليش. المهم نقول لكم ان شاء الله استنوني الفيديو الجاي اللي هو ماشي بعيد بزاف غادي نوجدو لكم وان شاء الله البنين تاع اليوم جربوه فرشمون بنين بزاف. انا ضربت وحده لا فريمون بنين 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 وساهل كما شفتو. دونك شنو نقول لكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وابوناو في لاشين ونقول لكم تهلاو ان شاء الله المره الجايه. سلامه باي.